بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قال الإمام الشافعي رحمه الله في كتاب الرسالة بعد أن ذكر أن الله بعث رسوله صلى الله عليه وسلم والناس صنفان، أحدهما أهل الكتاب بدلوا من أحكامه وكفروا بالله فافتعلوا كذبا صاغوه بألسنتهم فخلطوه بحق الله الذي أنزل إليهم، فذكر تبارك وتعالى نبيه من كفرهم فقال وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ثم قال فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقال تبارك وتعالى وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقال تبارك وتعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. قال وصنف كفروا بالله فابتدعوا ما لم يأذن به الله ونصبوا بأيديهم حجارة وخشبا وصورا استحسنوها ونبذوا أسماء افتعلوها ودعوها آلهة عبدوها فإذا استحسنوا غير ما عبدوا منها ألقوه ونصبوا بأيديهم غيره فعبدوه فأولئك العرب. الصنف الثاني عباد الأوثان، بعثه الناس صنفان أهل كتاب اليهود والنصارى وذكر الله من كفرهم، والصنف الثاني المشركون من العرب والعجم الذين سيأتي ذكرهم في الجملة الآتية. ابتدعوا ما لم يأذن به الله، هذه البدع التي شرعوا بها الشرائع ونسأوا النسيء وجعلوا البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، وأغلظ ذلك الشرك الذي ابتدعوه عمرو بن لحي الذي دعاهم إلى عبادة الأوثان وأوحى له الشيطان باستخراج الأصنام التي كانت مدفونة مطمورة من عهد قوم نوح وجعلها في قبائل العرب واتخذوا آلهة أخرى من صنع أنفسهم كاللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى، فأضيفت إلى الأوثان القديمة التماثيل القديمة أعني التي كان الناس قد تركوا عبادتها، فأعاد عمرو بن لحي عبادتها في قبائل العرب وصنعوا أيضا تماثيل أخرى زعموا أنها ترمز للملائكة بنات الله في زعمهم تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، وجعلوا هذه الآلهة تشفع لهم، وربما صنعوا كما ذكر الشافعي رحمه الله الحجارة والخشب والصور التماثيل التي استحسنوها ونبذوا أسماء يعني لقبوها سموها آلهة دعوها آلهة عبدوها. إذا استحسنوا غير ما عبدوا كان كل منهم له صنمه الذي يعبده، فربما أعجبه صنم آخر أو وثن آخر أو كان يعبد حجرا وثنا على غير صورة، فإذا أعجبه حجر آخر ألقى ذلك قد كان إلها منذ لحظات فيلقى ويرمى ويهان ويصبح الحجر الجديد الذي كان ملقا منذ سنين طوال يصبح إلها يعبد والعياذ بالله. رغم سخافة ضلالات أهل الكتاب إلا أن شرك هؤلاء العرب والعجم
أغلظ وأشد والعياذ بالله. قال: وسلك الطائفة من العجم سبيلهم في هذا وفي عبادة ما استحسنوا من حوت ودابة ونجم ونار وغيره، مثل المجوس الذين عبدوا النار، الذين يعبدون الأسماك والدواب، عباد البقر، عباد الفئران، عباد المسانيس، وما زال إلى زماننا هذا من يعبد هذه الدواب. وسبحان الله، مليار من البشر يعبدون البقر ويعظمونها ويتبركون براوثها وبولها ويذبحون من ذبحها، ونسأل الله العافية. ولولا التقليد الأعمى لما بقيت هذه العبادات، لكن كما قال الله عز وجل: ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل. وعبادة النجوم كانت في العرب وفي غيرهم من العجم كذلك، وما زالت منتشرة، ينسبون إلى النجوم أرواحا ويزعمون أن هذه الأرواح تصرف العالم، ويلجؤون إلى النجوم ليس فقط في معرفة الغيب ولكن في تدبير العالم السفلي بزعمهم، بالإضافة إلى العالم العلوي. قال: فذكر الله لنبيه جوابا من جواب بعض من عبد غيره من هذا الصنف، فحكى جل ثناؤه عنهم قولهم: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. ما أحسن ما ذكر الشافعي رحمه الله من جواب هؤلاء، لأن العلة الأساسية، أحسن استدلال بهذه الآية، لأن العلة الأساسية في عبادتهم لغير الله هو التقليد. وفي الحقيقة كل من يعبد غير الله سبب ضلاله التقليد، وأهل البدع سبب ضلالهم التقليد. إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، أخذوا قول من ليس قوله بحجة بغير حجة، وجدوا الآباء يفعلون شيئا فاقتدوا على آثارهم والعياذ بالله. وهذا يدل على ذم من فعل ذلك مطلقا. وأهل الإيمان إنما وجدوا آباءهم مؤمنين بالقرآن والسنة فاتبعوا الكتاب والسنة، وليس لمجرد أنهم وجدوا آباءهم على أمة، أي على طريقة وملة. الذي يظن أن المسلمين أسلموا لأجل أنهم وجدوا آباءهم كذلك يعتقد عقيدة باطلة. المسلمون بحمد الله جاءهم القرآن، بلغهم متواترا وفيه الحجج العقلية والنقلية، فصدقوا بالقرآن وصدقوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، فوافقوا الفطرة الإنسانية السوية، فهذا فضل الله عليهم. وأما من اعتقد أنه لو كان أهله كفارا لكفر ولا يرى غير ذلك، فليس هذا بالمصدق الموحد، لأنه يعزم أنه لو كفر أهله لكفر. هذا النوع من الناس لا يكون مؤمنا. قال: وحكى تبارك وتعالى عنهم: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. هذا كلام قوم نوح عندما دعاهم نوح إلى عبادة الله وحده لا شريك له، فتنادوا فيما بينهم بهذا الدعاء: ولا تذرن آلهتكم، لا تذرن آلهتكم، ولا تذرن، لا تتركن، لا تتركن عبادة آلهتكم، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، كما ذكر ابن عباس رضي الله عنه في صحيح البخاري عنه قال: هذه أسماء ناس صالحين كانوا في قوم نوح، فلما ماتوا أوحى الشيطان إلى أتباعهم أن اعمدوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها فانصبوا فيها هذه التماثيل، فلما نسخ العلم أو نسي العلم عبدت. فكان موت العلماء سبب الغلو فيهم، كان موت العلماء سبب وجود الشرك ودخوله وظهور البدع، ودخل الغلو إلى قوم نوح
حتى مات أولئك التلامذة. قال فلما مات أولئك أي الذين اتخذوا التماثيل التذكارية لود وسواع ويغوث ويعوق ونسر ليذكروهم بعبادة الله، لم تعبد في زمنهم، لم تعبد في زمن تلامذة العلماء، كان عندهم بعض العلم، نقص العلم ولكن لم يزل بالكلية، فلم يتوسل الشيطان إلى أن يجعل الجيل الأول بعد موت العلماء مشركين، لكن رضي منهم بالبدعة. ثم بعد ذلك فلما مات أولئك التلامذة ونسي العلم ونسخ وأزيل وزاد الجهل عبدت هذه الأوثان، وقد أضلوا كثيرا بهذا التقليد وتناقل الوصية بعدم ترك عبادة الآلهة. وقال تبارك وتعالى واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وصف الصديقية أي عظيم التصديق وعظيم الصدق، إبراهيم عليه السلام عظيم التصديق صديق، وهذا لا ينافي النبوة ولا الرسالة، فإنه كان رسولا نبيا صديقا، كان من الموقنين كما وصف الله عز وجل. إذ قال لأبيه، حين قال لأبيه يا أبتي، تلطفا مع أبيه واستعمال الأدب، ولو كان أبوه كافرا لكن يذكره بهذه الرابطة التي بينه وبينه، لا فإن ذلك مقتضى لمزيد النصح وحب الخير له، وخصوصا في كلمة يا أبتي التي فيها الترقق والتلطف في دعوة أبيه، هذا فيه استعمال الدعوة إلى الله عز وجل مع الأهل والأقارب مقدمين على غيرهم. لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، هذه الأصنام التي كانوا يعبدونها لا تسمع ولا تبصر، وكذا كل من يعبد هذه الأحجار والأوثان، وكذا ما يعبد على قبور الصالحين، فإن ذلك كان أيضا في قوم نوح، فإنهم صوروا الصور وعكفوا على قبورهم، فجمعوا بين فتنة التماثيل وفتنة القبور، العكوف على القبور يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فالأضرحة التي على القبور تعبد من دون الله ينطبق عليها أنها لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عن داعيها شيئا. وقال تعالى واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. والجمع بين هذه الآيات وبين قوله تعالى في مناظرة إبراهيم لقومه فلما رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، وهو يدل على أنهم كانوا يعبدون الكواكب. الجمع بين هذا وذاك أنهم كما ذكرنا كانوا ينسبون إلى الكواكب أرواحا، وجعلوا هذه التماثيل رمزا لها، فصارت عبادة هذه الأوثان مع عبادة الكواكب كلاهما من الشرك، وكل صورة منها من صور الشرك. قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين أي ملازمين لها. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، هذا هو الجواب. يبقى الجواب الذي ذكره الله في كتابه ذم التقليد، بيان ضلال ما عليه الأوائل، بيان أن هذه الأوثان ناقصة أنقص ممن عبدها، لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عن من دعاها وعبدها شيئا، أنها لا تسمعه حين يدعو ولا تنفعه ولا تضره، وهذا من أعظم الأدلة وضوحا، وهي تنطبق على كل من عبد من دون الله لا ينفع ولا يضر. قال وقال في جماعتهم يذكرهم من نعمه
ويخبرهم ضلالتهم عامة ومنه على من آمن منهم. قال في جماعتهم يذكرهم من نعمه ويخبرهم ضلالتهم عامة التي كانوا عليها قبل إسلامهم، ومنه على من آمن منهم، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. كان العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم على شفا حفرة من النار، لأنهم لو ماتوا على ذلك كانوا من أهل النار، كما مات من مات منهم على الشرك فإنه مات إلى النار، وذلك لأنه بلغتهم دعوة الأنبياء قبلهم وعلموا بدعوة إبراهيم وموسى وعيسى فظلوا لتقليد الآباء والأجداد على الشرك والعياذ بالله. قال كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون، هذا امتنان على المؤمنين الذين آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم بالإضافة إلى منته عليهم بتأليف قلوبهم. قال فكانوا قبل إنقاذه إياهم بمحمد صلى الله عليه وسلم أهل كفر في تفرقهم واجتماعهم، كفار في تفرقهم لأنهم يتفرقون على الجاهلية العصبية الجاهلية، واجتماعهم على الكفر وعبادة الأوثان، فكانوا في حربهم وسلمهم في تفرقهم واجتماعهم على الكفر. كل دي مقدمات لبيان منزلة الكتاب ومنزلة السنة، أنها سبب النجاة، أن الوحي هو سبب النجاة. الكتاب دي مدخل رائع وعظيم في بيان منزلة الكتاب والسنة وحاجة الناس إلى الكتاب والسنة، فإن الإنقاذ إنما كان بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال فكانوا قبل إنقاذه إياهم بمحمد صلى الله عليه، وفي النسخ دون ذكر السلام، وهذا كثير في كتب الإمام الشافعي يقول صلى الله عليه، لأن الله عز وجل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليه، والذي يظهر أنه لم يكن أيضا يتكلف في كل مرة أن يكتب ذلك، كما هي في كتب الأحاديث تجد ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أحيانا كثيرة دون أن يذكر كتابة صلى الله عليه وسلم، وهذا محمول على أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه في بكلامه ولا يلزم أن يكتبه في كل مرة، وإن كان بعض المتأخرين يشدد في ذلك، لكن الصحيح أن ذلك ليس بواجب، يصلي بلسانه يجزئه، فيمكن أن تقول رسول الله مثلا كما قرأنا في الحديث صحيح مسلم في كل النسخ عندكم فلا تنزلهم على حكم الله ورسوله ولكن أنزلهم على حكم أصحابه، إن أرادوا أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، مش كلها مكتوب فيها، بل كل النسخ ما فيهاش إيه صلى الله عليه وسلم. نحن نقول وكذا كان يقول العلماء، يقولون صلى الله عليه وسلم أو صلى الله عليه بألسنتهم ولا يلزم الكتاب. قال لا، إذا أراد أن يكتب فليكتبها كاملة. والأنبياء يقال صلى الله عليه وسلم أيضا، ولو قال عليه السلام أيضا أجزأ، لكن الأفضل أن يقول صلى الله عليه وسلم لأنهم من آل إبراهيم، الأنبياء من آل إبراهيم، ونحن نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم. قال فكانوا قبل إنقاذه إياهم بمحمد صلى الله عليه أهل كفر في تفرقهم واجتماعهم، يجمعهم أعظم الأمور الكفر بالله وابتداع ما لم يأذن به الله تعالى عما يقولون علوا كبيرا، لا إله غيره وسبحانه بحمده رب كل شيء وخالقه،
الإمام الشافعي في هذه الجملة أثبت أنواع التوحيد الثلاثة: الأسماء والصفات، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، إثبات صفات الكمال لله عز وجل وإثبات العلو بأنواعه، لا إله غير توحيد الإلهية، وسبحانه وبحمده رب كل شيء وخالقه، توحيد الربوبية. قال: من حي منهم فكما وصف حاله حيا، عاملا قائلا بسخط ربه، مزدادا بمعصيته، والعياذ بالله. عاملا قائلا، عمله وقوله في معصية الله، في سخط الله، في الكفر بالله، عاملا قائلا بسخط ربه، يقولون ويعملون بما يسخط الله عز وجل. عملهم الشرك والتقاتل ووأد البنات وغير ذلك، ويقولون الباطل والكفر، ويدعون إليه نحو لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا، ونحو ذلك مما ذكره الله في كتابه. ومن مات فكما وصف قوله وعمله صار إلى عذابه. ومن مات فكما وصف قوله وعمله، مات على ذلك القول وذلك العمل من الشرك، صار إلى عذابه، كما ذكرنا، لأن الله قال: وكنتم على شفا حفرة من النار. إذا من سبقهم من آبائهم وأجدادهم كانوا قد وقعوا في النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن للرجل الذي سأله عن أبيه فقال: إن أباك لفي النار. ثم لما ولى دعاه فقال: إن أبي وأباك في النار. كيف أصابهم ذلك؟ لأنهم كانوا قد بلغتهم دعوة الرسل كما ذكرنا. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى سورة إبراهيم وإسماعيل يستقسمان بالأزلام، قال: قاتلهم الله، قد علموا ما استقسما بها قط. قد علموا، إذا كانوا يعلمون أن الاستقسام بالأزلام ليس من صنع إبراهيم وإسماعيل، فكذلك يعلمون أن الذي سيب السوائب وشرع عبادة الأوثان عمرو بن لحي، كانوا يعلمون ذلك تصريحا. ثم إنهم كانوا يتخذون الأوثان بأنفسهم، فهم يعلمون أن إبراهيم لم يكن يعبد الأوثان وإنما ابتدعوا ذلك. فدعوة إبراهيم كانت عندهم بدليل بقاء بعضهم على دعوة التوحيد كزيد، زيد بن عمرو بن نفيل وقس بن ساعدة، أشعارهم وكلامهم وخطبهم تدل على أنه كان هناك طائفة موحدة. ورقة بن نوفل، بقايا أهل الكتاب الموحدون كانوا أيضا معروفون فيهم. فلذلك لما بلغتهم دعوة الرسل صاروا إلى عذاب الله. وأما من لم تبلغه دعوة رسول من الرسل، لا في توحيد ولا في غيره، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربعة يحتجون يوم القيامة، وذكر منهم ورجل مات في الفترة يقول: ربي ما أتاني لك من رسول. قال: فلما بلغ الكتاب أجله فحق قضاء الله بإظهار دينه الذي اصطفى بعد استعلاء معصيته التي لم يرضى، فتح أبواب سماواته برحمته، كما لم يزل يجري في سابق علمه عند نزول قضائه في القرون الخالية قضاؤه. كما لم يزل يجري قضاؤه، معنى التقديم والتأخير كده، كما لم يزل يجري قضاؤه في سابق علمه عند نزول قضائه في القرون الخالية، وهو إنزال الرحمة بعد استعلاء المعصية. جملة بليغة جدا. الكتاب الذي قضاه الله عز وجل بتحديد وقت لبعثة نبيه صلى الله عليه وسلم، فحق، أي بمعنى وجب، ثبت وتحقق وعد الله عز وجل، تحقق قضاؤه. فلما بلغ الكتاب أجله فحق قضاء الله بإظهار دينه، قضاء الله الكوني، لأن قضاءه الشرعي بالدين مستمر قبل ذلك. لم يزل الله على ألسنة رسله قد شرع توحيده عز وجل، ولكن هنا القضاء الكوني. فحق قضاء الله بإظهار دينه الذي اصطفى، وهو دين الإسلام الذي لا يرضى الله لأحد دينا سواه، بعد استعلاء معصيته. الكلام ده في الحقيقة مأخوذ من معاني الأحاديث، من البلاغة الإمام الشافعي رحمه الله،
حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا غبر من أهل الكتاب، وقال: إني مرسلك فمبتليك ومبتلي بك. فالرسول صلى الله عليه وسلم بعثه الله على حين فترة من الرسل بعد استعلاء معصيته التي لم يرضى، وهو أراد أن يظهر دينه قدرا وكونا كما هو ظاهر شرعا وظاهر بالحجة قبل وبعد ذلك. فتح أبواب سماواته برحمته المنزلة من عنده عز وجل بالوحي وبتأييد رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، كما لم يزل يجري هذا القضاء مثل هذا القضاء في سابق علمه عند نزول قضائه في القرون الخالية. يبقى إذن إظهار الدين في سابق علم الله، وإظهار الدين في من مضى من الأمم السابقة بعد أن يظهر الباطل ويستعلي مدة من الزمن، يأذن الله عز وجل بعدها بنزول الرحمة فيظهر الدين. هذا وعد الله سبحانه وتعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. وعد الله سبحانه وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وهذا إرشاد لأهل الإيمان دائما، لأنه وإن ظهر الباطل مدة من الزمن واستعلت معصية الله التي لا يرضاها في الأرض، إلا أنه حين يأذن سبحانه وتعالى يفتح أبواب سماواته برحمته ويؤيد دينه وكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم كما فعل في الأمم السابقة. يقول: فإنه تبارك وتعالى يقول: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. معنى الآية: كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، كما دلت عليه الآية الأخرى في سورة يونس: كان وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا. فبعد اختلاف كانوا على التوحيد ثم اختلفوا فولد فيهم من يشرك حتى كثر الشرك وعم، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. وهذه سنته عز وجل في خلقه بعد أن تضعف أيضا قوة أهل الإيمان ويقل عددهم ويعود الإسلام غريبا كما بدأ. إذا أراد سبحانه وتعالى إنزال رحمته أيد المؤمنين وظهر النور وطلع صبح الإسلام وأشرقت شمسه من جديد، كما فعل في الأنبياء والمرسلين. هذه سنة الله التي لا تبديل لها. سبحان الله. والتوحيد نفسه، يعني أنت تجد أن الإسلام بيضرب بجذوره في الأرض بعد استعلاء الكفر، ده مهما يعملوا ومحاولات إبادة شرع الله عز وجل في الأرض ومن يقوم بها إبادات عجيبة، بس الإسلام يضرب بجذوره كأنه يضرب في الصخر. وانتشار الحق حاصل بفضل الله عز وجل، وانتصاره حاصل لا شك في ذلك، ولكن في الوقت الذي يأذن الله به. الليل ليس من صنع الكافرين، الليل يقدره الله عز وجل، ولا يستطيع الكفار أن يطفئوا نور الشمس، فضلا أنهم لا يمكن أن يطفئوا نور الله بأفواههم، والله ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. قال: فكان خيرته المصطفى لوحيه، المنتخب لرسالته صلى الله عليه وسلم، المفضل على جميع خلقه بفتح رحمته وختم نبوته، وأعم ما أرسل به مرسل قبله صلى الله عليه وسلم، المرفوع ذكره مع ذكره في الأولى، والشافع المشفع في الأخرى، أفضل خلقه نفسا وأجمعهم لكل خلق رضيه في دين ودنيا، وخيرهم نسبا ودارا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. كان خيرته الجواب بالخبر محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. خيرته يعني الذي اختاره الله، كما قال: واختارني من بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فالله اختاره
قال الله عز وجل: وربك يخلق ما يشاء ويختار، يعني يصطفي ويجتبي. الاختيار ليس معنى الأرض ولكن معنى الاصطفاء والاجتباء. فمحمد صلى الله عليه وسلم خيرته، اصطفاه لوحيه، اختاره الله عز وجل واجتباه لكي ينزل عليه وحيه، المنتخب لرسالته. تفسير لمعنى الاصطفاء والاجتباء الانتخاب، يعني أخذه من وسطهم، المفضل على جميع خلقه. ذكر الشافعي رحمه الله عقيدة أهل السنة والجماعة في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الخلق على الإطلاق، حيث قال عليه الصلاة والسلام: أنا خير الناس يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وقال الله عز وجل: إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. فإذا كان المؤمنون الذين أمنوا الصالحات هم خير الخليقة على الإطلاق، ومحمد صلى الله عليه وسلم خيرهم، خير الناس، فهو خير الخليقة على الإطلاق صلى الله عليه وسلم، أفضل من جميع الأنبياء والمرسلين ومن الملائكة المقربين، أفضل الخلق على الإطلاق صلى الله عليه وسلم، المفضل على جميع خلقه. كان خيرته بفتح رحمته، أن الله فتح به رحمته على خلقه وختم نبوته، المصطفى لذلك، المصطفى لوحيه بفتح رحمته وختم نبوته. ختم النبوة نص القرآن، لا نزاع في ذلك بين المسلمين، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، لا نبي بعده عليه الصلاة والسلام، وبالأولى لا رسول بعده، فمن ادعى نبوة بعد نبوته صلى الله عليه وسلم أو رسالة فهو كافر، خارج من ملة الإسلام. فطوائف البهائية والبابية والقديانية المسمى بالطائفة الأحمدية كلهم كفار خارجون من الملة بلا نزاع بين المسلمين. يقول: وأعم ما أرسل به مرسل قبله، لعموم الشريعة الإسلامية، لحاجات الفرد والأمة، حاجات الدين والدنيا، حاجات العالم بأسره موجود في هذه الشريعة. وكل من يقارن بين ما تضمنته شريعة الإسلام في التشريعات المختلفة، في العقيدة، في العبادات، في المعاملات، في الأخلاق، في نظم الحياة، في فروض ما الكفاية التي تحتاجها الأمم، نظم الحياة التي تحتاجها الأمة، ويقارن في ما أرسل به الرسل قبل ذلك، لا يمكن إلا أن يجزم بما ذكر الشافعي رحمه الله، أنه أعم ما أرسل به مرسل، ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي أعم وأشمل وأوسع ما أرسل به مرسل. لا يوجد ناموس طرق العالم ولا كتاب طرق العالم مثل القرآن العظيم ومثل سنة النبي عليه الصلاة والسلام الموضحة له. كل ذلك مقدمات لبيان منزلة الكتاب والسنة. هو صلى الله عليه وسلم المرفوع ذكره مع ذكر الله عز وجل في الأولى في الدنيا بالاقتران في الشهادة التي يدخل بها الإنسان في هذا الدين، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لا يقبل الله عز وجل الأولى دون الثانية لمن بلغته دعوته ورسالته صلى الله عليه وسلم. وأيضا مرفوع له ذكره في الدنيا في الأولى اللي هي الدنيا بذكره في الأذان، وهذا من آيات الله عز وجل ومعجزاته الباهرة. نزل عليه: ورفعنا لك ذكرك، وهو صلى الله عليه وسلم محاصر بمكة وفي عسر، يبشره الله بعده باليسر، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، من السور المكية. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يومها يؤذن باسمه عليه الصلاة والسلام، ولا حتى في مكة ولا في المدينة، وفي يومنا هذا يؤذن في قارات العالم الست بما فيها القطب الشمالي والجنوبي، والحمد لله رب العالمين. يوجد مسلمون يؤذنون في الدائرة القطبية الشمالية ويحافظون على الصلاة والصيام، وهذا من فضل الله عز وجل. وفي كل مكان في العالم ينادى باسمه صلى الله عليه وسلم في الأذان مع توحيد الله عز وجل. فصدق الله عز وجل رفع له ذكره، وهذا من آيات النبي صلى الله عليه وسلم ومعجزاته. نزل عليه ذلك وهو لا يذكر صلى الله عليه وسلم إلا سرا وفي مكة، ويضطهد من ذكره، فيعلي الله عز وجل ذكره في العالم كله بأسره.
والشافع المشفع في الأخرى في الآخرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فأحمد ربي بتحميد يعلمني يعني في السجدة التي يسرد، فإذا رأيته وقعت له ساجدا فيفتح، فأحمد ربي بتحميد يعلمني، ثم يقال يا محمد ارفع رأسك سل تعطى اشفع تشفع. فهو الشافع المشفع صلى الله عليه وسلم أفضل خلقه نفسا، أفضل المخلوقين على الإطلاق، وأجمعهم لكل خلق رضيه في دين ودنيا. يشهد بذلك كل من عرف أخباره صلى الله عليه وسلم وكيف كانت أخلاقه وكان خلقه القرآن. وخيرهم نسبا ودارا صلى الله عليه وسلم، من نسل إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، ومن قريش، ومن أفضل قريش من بني هاشم. ودارا مكة المكرمة خير بلاد الأرض صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، محمدا عبده ورسوله، وعرفنا وخلقه نعمه الخاصة العامة النفع في الدين والدنيا. عرفنا الله وعرف خلقه نعمه الخاصة، هي خاصة لأنه خصنا بها باتباع محمد صلى الله عليه وسلم والإيمان به. عامة النفع، أسلوب بليغ رائع، التضاد بين العام والخاص بس في موضعه وبأبلغ عبارة عنه. جزاه الله خيرا. وعرفنا وخلقه، خلقه دي مفعول معه معطوفة على ضمير نا المفعول به. عرفنا وخلقه نعمه الخاصة العامة النفع لنا، هي خاصة علينا عامة النفع لنا في الدين والدنيا، العموم من جهة نفعها في الدين والدنيا. فقال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. نعم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، شيبون في قراءة أخرى من أنفسكم يعني من يعني نفيس صلى الله عليه وسلم، لكن قراءتنا المشهورة من أنفسكم لأنه من العرب صلى الله عليه وسلم ومن البشر عموما. قل إنما أنا بشر مثلكم، ليكون بلاغه أكمل وأتم ووصول الرسالة إلى الناس من خلاله أعظم. عزيز عليه ما عنتم، يعز عليه ما شق مشقتكم، عزيز عليه أن تقعوا في المشقة والحرج صلى الله عليه وسلم، يشق عليه أن يصيبكم العنت أن يصيبكم الحرج. فهو صلى الله عليه وسلم شفيق على أمته، يبعدهم عما يصيبهم من العنت. عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، يحرص على كل خير لهم في الدين والدنيا، بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. جعل الله من صفات النبي صلى الله عليه وسلم ما هو من يعني يليق به مما هو من أسمائه سبحانه وتعالى. الله عز وجل رؤوف رحيم، وجعل نبيه صلى الله عليه وسلم جعل له من الخلق الطيب ما يناسب المخلوقين ويناسب أرفعهم قدرا صلى الله عليه وسلم من الرأفة والرحمة المخلوقة. هذا مدح للنبي عليه الصلاة والسلام وتعريف لنا بنعمة إرساله عليه الصلاة والسلام. مقتضى هذا أن نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كل ما قاله وكل ما سنه وشرعه هو في الحقيقة رأفة ورحمة ومنة عظيمة من الله علينا، وكل ما خالف سنته فيه العنة والمشقة. لمقدمات عظيمة لبيان لزوم الاتباع للكتاب والسنة. الناس تظن أن السنة فيها مشقة، والحقيقة أن السنة فيها الراحة والرأفة والرحمة والبعد عن المشقة. وقال لتنذر أم القرى ومن حولها، وأم القرى مكة وفيها قومه. هذا يدل على أن أفضل القرى هي مكة المكرمة، لتنذر أم القرى ومن حولها كل العالم. ومكة مركز اليابسة كما هو معلوم في زماننا، أن مكة متوسطة حول كل اليابسة التي في العالم. وقال وأنذر عشيرتك الأقربين، فأمره أن ينذر قومه أولا وقرابته، ولذلك عم وخص صلى الله عليه وسلم
فنادى قريشا كلها وظل ونادى عبد مناف ونادى بني هاشم ونادى عمه وعمته وقال أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. وقال وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. الذكر الشرف، فالقرآن شرف له ولقومه. قال الشافعي أخبر ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله وإنه لذكر لك ولقومك، قال يقال ممن العرب، ممن الرجل، فيقال من العرب، فيقال من أي العرب، فيقال من قريش. هذا جعله الله شرفا. بماذا صارت قريش يتشرف بالانتساب إليها؟ فلان قرشي، لماذا يتشرف بالانتساب إلى العرب بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ قال الشافعي وما قال مجاهد من هذا بين في الآية مستغنى فيه بالتنزيل عن التفسير، يعني أن وإنه لذكر لك ولقومك واضح في أن هذا معناه الشرف والذكر في العالم بالمدح والثناء، إنما صاروا كذلك به صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله.